السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم عبد الرحمن وفلاش فوكس، واليوم جايب لكم أول لايف كومنتري في كود جوست، وبنلعب بسنايبر يو اس ار. برويكم هاي هو السنايبر، حاط له ثيرمال أنا قلت، اوكي يلا. اوكي بنجرب مرة ثانية. اوكي يلا. اوكي يلا. اوكي يلا بسم الله. جيم بادي بس يلا. شكل السنايبر يضحك. ثيرمال خرافي الحين في جوست، احسن من بلاك اوبس ام دبليو 3. يكون اسود. هيت ماركر. اوه كفو. انا شلون طلعت البرد اصلا؟ اوكي. مشكلة اني مو بحافظ الماب ولا حافظ شيء. شلون ما يبين في الثيرم؟ خلك. كان في واحد هني. لا وذا. هاي اوكي اوكي نحاول مجددا. يا اخي ما هذا الغش؟ ما هذا الغش؟ والله اني بحاول شيء. ايش السالفة؟ اوكي كان في واحد ثاني يا اخي. وين يختفون؟ الله الله. لا حرام والله حرام. اوكي يلا يلا خلينا نحط نسيت اسمه. اوكي سبورت. انا حط الكريستالك سبورت لانه مستحيل اجيب السولت في سنايبر بالنسبه لي يعني في البدايه، بس بعدين ان شاء الله يعني حط السولت. هاي عفوا كان في واحد وراي. شو وين اختفوا؟ يا رب رسبنون.
أما ذابح بس 5 يا أخي، وينهم؟ ما تحصل واحد إلا وراك. الله، خذ لك. نزوم. الله، خذ لك نايف. شفت واحد؟ لا لا. الله، كوك سكوب. لا اوكي، خلاص الحين بيخلص الجيم. فاينل كل كام؟ الفاينل كل كام لي؟ لا. اوكي، يلا خذ لك. الله، الجيم السريعي. اوكي بس شباب، هاي كان اول لايف كومنتري و